بصب عليكم مشاهدينا اليوم من منطقة الأغوار الوسطى وتحديدا من منطقة الكرامة، وزيارتنا اليوم لجمعية التمور التعاونية الزراعية، فخليكم معنا ويا هلا. جاءت رؤية جمعية التمور التعاونية الزراعية متعددة الأغراض محدودة المسؤولية بتنظيم قطاع النخيل ورفع مستوى الإنتاج وجودته وتحقيق أفضل عائد لمزارعي النخيل واستغلال كل ما ينتج من النخلة، كما أنه من أهداف الجمعية تنمية روح التعاون بين الأعضاء ومن يتعاملون مع الجمعية من أفراد أو جماعات من أجل الاعتماد على الذات لتحقيق منافع اجتماعية واقتصادية وثقافية. للحديث مشاهدينا عن جمعية التمور التعاونية الزراعية، بسعدني ألتقي بالأستاذ رائد الصعايدي رئيس الجمعية حتى نحكي له في البداية صباح الخير ويعطيك العافية. الله يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكم. يعني نأخذ فكرة عن الجمعية، أهدافكم وغاياتكم وإيش هي خططكم المستقبلية؟ والله بداية نقدر نقول هي جمعية يعني ولدت من رحم المعاناة. احنا جميعنا مزارعين، يجمعنا هم واحد وهدفنا طبعا كبير وطموحاتنا كبيرة. هدفنا الأول والأخير كان أنه احنا نوحد منتجنا بحيث يكون جميعنا ننتج نفس الجودة وبنفس الشكل وبنفس المضمون، وبالتالي احنا كان رؤانا متفقة والحمد لله رب العالمين. الآن احنا فوق 25 عضو وتأسيسنا ما إله 4 شهور، وهذا إشي إيجابي. كميات إنتاجنا الحمد لله يعني ممتازة، كون هذا منتج كلنا متفقين على أنه هو علامة فارقة في الأردن. وبسعدنا أيضا مشاهدينا نلتقي بالمهندس إبراهيم الأطرش عضو هيئة عامة في الجمعية، يعطيك العافية. الله يعافيك، أهلا وسهلا، شرفتونا يا سيدي. ما شاء الله عليك، يعني اليوم عم نتحدث عن التمور وهي في مناطق يعني في أردننا الغالي والعزيز في الأغوار، وهون في منطقة الكرامة منحس من أجود أنواع التمور في العالم، خبرنا عن هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي زي ما تفضلت، تمر المجهول الأردني يعتبر يعني ينافس على المركز الأول في العالم لعدة أسباب. السبب الأول أنه ربنا حبانا في منطقة يعني تساعد على إنتاج هذا المنتج الوطني الرائع بأفضل وجه بأفضل جودة. النقطة الثانية اللي بتساعدنا على الوصول لأفضل منتج في العالم أنه عمالنا في الجمعية بنسعى لتوحيد التعاملات أو العمليات الزراعية للنخلة وتوحيد برامج السماد حتى نخرج بالنهاية بمنتج يعكس صورة حسنة عن الأردن. أستاذ عبد الكريم أبو صليح وحضرتك نائب رئيس جمعية التمور التعاونية الزراعية، يعني حقيقة حتى تصلنا حبة التمر في مراحل تجهيز للشجرة وفرز هون لحبة التمر، خبرنا بهالموضوع. أول شيء بنرحب فيك وأجمل ترحيب، أهلا وسهلا فيكم. هذا الموسم الآن موسم حصاد للتمور الأردنية بشكل عام، تمور المجهول. الآن احنا في موسم الحصاد بنستعد استعداد كبير جدا فيما يتعلق في موسم القطف، فبنقطف التمور عن الشجرة مبدئيا وبنجيبها على المشغل هنا، بنفرزها فرز أولي. الفرز الأولي يتعلق في 3 أصناف اللي هو الرطب والمنفخ بسموه النخب الثاني بالإضافة للنخب الأول البريميوم. ومن ثم طبعا هذا الحكي يحتاج إلى عمالة كبيرة جدا. احنا عندنا تقريبا بحدود 70 عامل أردني يقوموا في هاي العمليات كلها اللي حكيتها الآن، عملية الفرز. ومن ثم بعد ما نخلص الفرز الأول نقوم بالفرز الآخر اللي هو الفرز النهائي للبريميوم اللي هو النخب الأول، اللي هذا تقريبا يعني 80% بنقوم بتصديره للخارج. مزارع مشاهدينا، مزارع التمور عم بتحقق فرص عمل لشبابنا. بدي أصبي على أختنا عالية، صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا. يعني هالمشروع حقق لك فرص عمل وحقق للعديد من بنات وشباب الأغوار فرص عمل، خبرينا أكثر. والله نود يعني أن نشكر هاي الشركة، يعني حققت كثير من الفرص العمل للصبايا كلهم بالأغوار الوسطى، ويعني حدت من البطالة
في الأغوار. بالتأكيد إحنا منضم صوتنا لصوت أختنا عالية، يعني منشجع شبابنا للتوجه نحو هالمزارع لهالمشاغل، مشاغل التمور، للتصدي لظاهرتي الفقر والبطالة. يعني تمورنا إحنا منفتخر فيها كونها منتج أصبح له سمعة عربية وعالمية، وهي بترول الأردن.